اهلا بحضراتكم من جديد. ولو فاكرين من بدايه الحلقه اللي ما كانش تابعنا، كنا قلنا ان الرياضه حاجه مهمه جدا في حياه المواطن او الانسان، وقلنا لكم ان الايدج جاست نمبر، انت اسلوب حياتك هو اللي بيحدد حالتك الصحيه ايه. وقلنا على الاساتذه او بطوله الاساتذه في كاس مصر، النادي الاهلي اخذها منذ ايام، وقلنا الاساتذه دي بتبقى اعمار مختلفه، ممكن بعد ما تبطل 28 29 سنه لغايه ربنا يديك الصحه كل ما تقدر تعوم تعوم، وبيبقى فيها منافسات شرسه، والنادي الاهلي عنده مجموعه كبيره جدا من السباحين. طبعا هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل، بس في البدايه برحب بضيوفي الكابتن مي عاطف، طبعا لعيبه النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، ودلوقتي لعيبه النادي الاهلي في الاساتذه. ازيك يا مي؟ اهلا بحضرتك، منوره قناه النادي الاهلي. منور حضرتك. اقول لك يا كابتن ولا اقول لك يا باشمهندسة؟ الاثنين ينفعوا. لا طبعا، يعني اللقب الاقرب اليك طبعا احنا نقوله لك. برحب طبعا باحد نجوم النادي الاهلي سواء في السباحه، كان لاعب ووتر بولو، خلي بالكم مش سباحه بس، كان ووتر بولو، بس الووتر بولو ما فيهاش اساتذه، فقرر انه يلعب او يشارك في الاساتذه للسباحه. معانا الكابتن منتصر عوض. اهلا بك يا كابتن. اهلا بيك والف مبروك، يعني ما شاء الله، اللهم صل على النبي. الميداليات دي يا جماعه طبعا تخص كابتن منتصر وتخص طبعا كابتن مي، والكؤوس اللي انتم شايفينها يعني حاجه جميله جدا. مي طبعا ليديز فيرست، اجي لك الاول. كلميني عن تاريخك، انت ليكي تاريخ كبير وكنت بطلة افريقيا في السباحه العمومي، كلميني على الاول عن بدايتك. طيب انا اولا بدات من وانا طفله، بابايا الحمد لله لعبنا كلنا رياضه، انا واخواتي الولدين مصطفى ومروان. بدات العب رياضه من 4 سنين، كنت بلعب سباحه وجمباز مع بعض لحد 11 سنه. ايوه، ولعبت فتره خماسي ممكن سنتين ثلاثه في الفتره التين ايجر برضو، ولعبت سباحه بالزعانف واخدت فيها بطولات عالم، كاس عالم ما شاء الله، ودخلت منتخب السباحه من وانا عندي تقريبا 13 سنه بشارك مع العمومي المنتخب لحد تقريبا ممكن يعني من سنتين ثلاثه فاتوا تقريبا، واتجهت بعد كده يعني بقيت بقى في الاساتذه مع العمومي مع بعض. يعني انت بتلعبي عمومي لسه؟ لا بس ولا بطلتي؟ لا نقدر نقول بلعب، هي بطوله واحده بس اللي ما نزلتهاش، بس يعني بلعب الاثنين لحد دلوقتي. انت ليكي ماراثون طويل في الرياضه، ده انت تعبتي بابا وماما قوي. يعني يا عيني راحوا وراكي كل الملاعب وكل الحمامات والسباحه وكل حاجه، صح؟ كل البلاد وكل حاجه ما شاء الله. لا حاجه مشرفه جدا، وكل ده طبعا انت مهندسه معماري الحمد لله، يعني جامعه ما شاء الله بين العلم وبين الرياضه، فدي حاجه كويسه جدا. هي بصراحه انا بشوف ان الرياضه برده من الحاجات المهمه قوي فعلا، بتساعد الشخص ان هو بينظم وقته وبيبقى يعني عنده بلان كده لكل حاجه. يمكن حتى انا بشوف الناس اللي حواليا ممكن يبقى عندهم التايم مش بيحسوا بيه قوي، الرياضي بجد بيحس فعلا بكل دقيقه وبيقدر الوقت جدا. بالظبط، برافو عليك يا مي بجد. طب كابتن يعني منتصر، حضرتك كنت لعيب ووتر بولو وابيت ان انت تبطل رياضه، لا كلمني عن القصه برضو زي مي. لا انا ما ابيتش ولا حاجه، ولا حضرتك يعني من سن 5 سنين ما شاء الله، دلوقتي انا عندي 67 سنه ربنا يديك الصحه يا كابتن، ما بطلتش، مارست سباحه ومارست جمباز كمان. بتغشش بعض الدايفنج؟ لا دايفنج ما شاء الله. بعد كده ركزت في السباحه لغايه 13 سنه، بعدين اتجهت للوتر بولو من 15 سنه ما شاء الله. دخلت منتخب مصر وقعدت في منتخب مصر لغايه 39 سنه. تسعة من 15 سنة ل 39 سنة. سنة 36 ما شاء الله. فلعبت سنة 82 بطولة عالم كرة مية، ولعبت بطولة عالم تانية سنة 91 في بيرس في استراليا. طبعا لعبت بقى بطولات بحر أبيض اثنين، رحلة عطاء بطولات أفريقيا 7-8 مرات، بطولات عربية ما شاء الله. طب بتلعب الأساتذة من قد إيه يا كابتن؟ والله إحنا الأساتذة ابتدت فكرتها سنة 98، وكنت أنا وطبعا اللواء دور عبد القادر الله يرحمه، ده كان أستاذنا طبعا، وأول بطولة عالم طلعها منتخب مصر سنة 2000 كانت في ميونخ. كنت فيها؟ في ميونخ طبعا ما شاء الله. واحنا من ضمن المؤسسين انا والكابتن دول عبد القادر، طبعا كان في حماده قنديل طبعا الله يرحمه في الجزيره طبعاً. وكان في كمال منظور من اسماعيليه، في بعض يعني ناس افاضل، طبعا الدكتور فتحي الجندي كان سكرتير اتحاد السباحه ساعتها
عمل مجهود برضو معانا، وطبعا الكابتن يحيى البهنساوي من ضمن الناس اللي كانت معانا. اسامي كبيره جدا. طبعا ما شاء الله. طبعا ما شاء الله كده. طب كابتن، احنا عملنا تقرير عن الانجاز اللي حضراتكم عملتوه في كاس مصر، خلينا نشوفه مع الساده المشاهدين. اعزائي المشاهدين، عملنا تقرير عن الانجاز اللي اتعمل للاساتذه في كاس مصر، خلينا نشوف التقرير ده وارجع لحضراتكم تاني. توج فريق رجال السباحة بالنادي الأهلي بكأس مصر للأساتذة، والتي أقيمت على حمام السباحة الخاص بنادي نيو جيزة خلال الفترة من 11 وحتى 13 من مارس الجاري. في البطولة التي شارك فيها 480 سباحا وسباحة من 19 ناديا تنافسوا جميعهم على الفوز بلقب البطولة. حصد الشياطين الحمر المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة بعد نادي الصيد المصري، حيث حصل فريق رجال الأهلي على 74 ميدالية ذهبية، مما منحهم صدارة الترتيب العام والتتويج بكأس البطولة للرجال، فيما حصدت سباحات الأهلي 17 ميدالية ذهبية، مما جعلهن يحصلن على المركز الرابع في الترتيب العام. وحصل 9 سباحين من المارد الأحمر على جائزة أفضل سباحة في البطولة، ولكن في أعمار مختلفة، فيما تميزت مي عاطف نجمة الأهلي في التتويج بجائزة أفضل سباحة في مرحلة ما بين 30 و34 سنة، عقب تتويجها بخمس ذهبيات في منافسات الفردي، حيث توجت بذهبية 50 و100 متر ظهر و50 متر صدر و50 متر فراشة و100 متر متنوع، إضافة إلى فوزها بذهبيتي وفضيتي التتابع مع الفريق. ويأمل مسؤولو قطاع ألعاب الماء بالنادي الأهلي بقيادة وائل عزت في الهيمنة على البطولة، سواء على صعيد الرجال أو السيدات في قادم السنوات. أهلا بحضراتكم من جديد كابتن. يعني منظر حلو وحاجة جميلة. يعني حضرتك كنت بنتكلم أثناء التقرير عن أعمار سنية مختلفة، لا حضرتك ممكن تكلمني عن اعظم السباحين اللي عندنا النهارده في الاساتذه في مصر وكمان في النادي الاهلي؟ اكيد والله هو الكابتن اللي موجودين حاليا، كابتن احمد حماده من نادي سبورتنج. قول الاعمار برضه يا كابتن عشان الناس تسمع وتشوف. هو بيلعب من مرحله 85 87 85 87 89 86 85 89 89 هي الايدج جروبس بتبقى كل خمس سنين. بيبقى ايدج جروب بينافس بعضه. من اول 25 الايدج جروب. الايدج جروب حضرتك بيبتدي من 25 ل 29 لغايه لما يوصل 85 89 وفي 90 94 ما شاء الله. فالكابتن احمد حماده طبعا من لسه بيقوم لغايه دلوقتي. طبعا كان في البطوله اللي فاتت وخد احسن سباح في المرحله بتاعته ما شاء الله. وكابتن محفوظ طبعا جرجس من النادي الاهلي ده مرحله 85 89 وفي بس ما اشتركش البطوله دي. الدكتور احمد ابراهيم من نادي الجزيره برضه ده 90 94 هو عنده 92 سنه. واللواء علي كامل. واللواء علي كامل طبعا من النادي الاهلي، هو كان بس في وعكه صحيه ما قدرش يشترك. من ابطال النادي الاهلي برضو مرحله 80 84 ودول ابرز السباحين احنا عارضينهم على الشاشه للساده المشاهدين. فاذا عندنا جميع الاعمار. يعني برضو مي يعني ما شاء الله يعني حاجه كويسه ان انت دايما. بس انت كان عندك لسه في السباحه ايه اللي خلاكي تقولي لا كفايه كده انا مش هلعب بطولات دوليه او عالميه كمان؟ هو بصراحه انا ما قلتش مش هلعب يعني ستيل بسافر، بس ممكن يبقى في الاكتر تبع الاساتذه طبعا. بس هو السباحه فعلا لعبه يعني صعبه قوي، والفروقات فيها بسيطه قوي قوي طبعا. ثانيه تفرق جزء من الثانيه، اجزاء من الثانيه فعلا جزء. يعني جزء من الميه من الثانيه ده حاجه كبيره جدا. فالسباحه برضو محتاجه اسلوب حياه معين وتمرين معين، عشان كده ممكن نلاقي اغلب الناس اللي سافرت بره هي المستوى بتاعها برضو اتقدم شويه اكتر من اللي في مصر بسبب الظروف عامه بتاعه الحياه، بتاعه الدراسه، بتاعه الطريق، بتاعه كل حاجه. فهي بتبقى ممكن فرص يعني نسميها اكتر فرص.
وكل واحد بتجيله الفرصة بتاعته يعني. طبعا بس طبعا، بس انت محققة في اي حاجة بتروحيها بتنجحي الحمد لله. الحمد لله. المهندسين كده بتلاقيهم على طول اي حتة ينجح. الحمد لله. طب انت ليك اخ مصطفى صح؟ مصطفى. ومصطفى مهندس مظبوط، وقعد في امريكا فترة. لا هو كان بيشتغل في قطر كشغل مهندس. كشغل بعد ما خلص دراسته. بالظبط. طب و يعني كلميني عن برضو لما بليك اخ برضو الرياضه، انتوا عيله رياضيه يعني انت واخوك، انتوا كنتوا برضو الاثنين سباحه. بالظبط. يعني دي صوره مصطفى اخوك اهو على حمام السباحه ده في ملعب نيو جيزه برضو. ده البطوله كان حضر الماتشات اللي فاتت. نزل واخد كاس احسن سباح برضو، واخد 5 ميداليات ذهب. ما شاء الله. بجانب ميداليات التتابعات. ما شاء الله. طبعا بيدعمك و على طول اكيد على طول بنشجع بعض يعني. احنا الاثنين بنشجع بعض جدا يعني، حتى لما حد ممكن بينام شويه او حاجه لا التاني صحيح لازم يصحصح. جميل قوي تلاقي العيله طبعا مترابطه يعني، تبقى حاجه جميله. وكابتن خليني برضو اقول لحضرتك ان الموضوع مش بطولات بس، انت بتتمرن كام تمرين يا كابتن في الاسبوع؟ انا بتمرن كل يوم. ايوه كده يا كابتن. هي السباحه بصراحه من اللعب برضو اللي بتحتاج كل يوم كل يوم. وممكن لو احنا كمان في السن الاصغر شويه يعني بعيدا عن الجامعات والشغل، بيبقى لازم فعلا صبح وبالليل بجانب كمان الفيتنس والجيم والحاجات دي. ممكن يا كابتن تتمرن صبح وبالليل زي ما هي كده؟ انا انا بتمرن يا باشا ما بطلش. ما شاء الله ما شاء الله والله. خلي بالك يا كابتن انا مش بقول الكلام ده يعني، طبعا انا متاكد ان حضرتك بتعمل كده، بس انا حابب الساده المشاهدين يسمعوا يعني. حضرتك بتتمرن تقريبا كل يوم، بتعوم الساعه كام؟ طيب لا الساعه كام دي بلاش. لا ده انا عايز اسمع دي لان انا عارف حضرتك هتقول لي ايه. قول لي الساعه كام. طيب ماشي، انا بتمرن الساعه 4 الصبح. طبعا انا بس الساده المشاهدين قبل الفجر يعني. يعني يعني كابتن منتصر بينزل يتمرن في حمام سباحه الجزيره يا كابتن ولا فين؟ نادي اهلي الجزيره. نادي اهلي الجزيره الساعه 4 الفجر، يعني الناس نايمه وكابتن منتصر نازل يعوم. يعني انا يومي بيبتدي الساعه 3 الصبح. طب بتنام امتى يا كابتن؟ دلوقتي. دلوقتي؟ لا لا انا عايز حضرتك. لا يا كابتن لا انا عايز حضرتك فايق معايا. انا نايم معاك دلوقتي. لا يا كابتن لا ده انا عايزك مفوق معايا الحلقه ده، انا مستنيها. لا انا مفوق قوي ما تقلقش. مي بتنامي الساعه كام؟ بس انت تسهري شويه يعني. ممكن 9 اللي هو دلوقتي برضه 9 ده كده سهرتي 9 صح؟ يا خبر ابيض يا جماعه يا جماعه. لا هو يوم السباحين بصراحه بيبدا من بدري جدا يعني. مشكله خلي بالك، لو حضرتك تشوف السباح غير اي رياضه تانية، اولا 5 الصبح بيبقى في حمام السباحه، الساعه 6 بعد الظهر بيبقى في حمام السباحه. تعرف حضرتك يا كابتن وانت بتقول لي 5 الصبح انا نمت. يعني وانت بتقول لي هي لو قلتها كذا مره دلوقتي 5 الصبح 5 الصبح هتنمت. انا مش عايز اقول لك ان الابطال فعلا اولياء الامور. صحيح ده حقيقي. لا بس خلي بالك، ما هو انت بس انت كابتن دلوقتي في السن ده انت مسؤول عن نفسك. عارف حضرتك لا بس هم اللي ليهم برضو البذره الاساسيه يعني. صحيح. هو لولا اول جزء ده ما كانش ولي الامر حد هيكمل. المشكله ايه؟ انه بيصحي ويلبس ويودي الولد ويودي المدرسه ويروح شغله وبعدين ياخده بعد المدرسه ويرجع يروح يوديه المدرسه وبعد المدرسه يرجعه تاني النادي. طب يعني بيعمل ايه ولي الامر كده مع اولادك يا كابتن؟ لا. طب ليه؟ مفيش وقت. ما انا عارف الشغل. انا كنت شغال في مجال الطيران، كنت بشتغل في مصر الطيران، وكنت بشتغل مدرب منتخب وبشتغل مدرب في النادي الاهلي. فيعني الدنيا، وكنت في المنتخب يعني، الدنيا كانت صعبه. لا ده انا عايز اعرف منك كتير، بس خليني اطلع لفاصل. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل، صدقوني انتظروا الحلقه دي في كلام كتير جدا ممكن يغير حياه ناس كتير، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا عن السباحه والرياضه والاعمار والسن والنظام الغذاء والاكل وكل الكلام ده. مي اجيلك اللاعب 3 حاجات: تمرين، نوم كويس، غذا كويس. احنا اتكلمنا عن النوم، بتناموا الساعه 9 وانتوا نايمين معايا دلوقتي بس ما فيش مشكله، واتمرنا على التمرين والنوم، لسه الغذا. وجبتك الاكل بتاكل ازاي؟ طيب هو الاكل ممكن نقول انا بحس ان هو بيبقى نظام صحي اكتر، ممكن حتى يكون شامل كل الناس مش لازم الرياضي بس، اللي هي الحاجات الاساسيه ان احنا مثلا نقلل الزيوت والحاجات الدهون المضره. زي ايه؟ زي الحاجات المقليه مثلا. يعني ممكن في طبعا فاتس مفيده، ممكن زي زيت الزيتون او الحاجات دي اكيد دي فيها نسب كويسه. الكاربس اكيد مهمه للرياضي لان هو بيعمل مجهود فبيحتاج طاقه فبيحرق بالظبط.
وطبعا خضار والفاكهة الفيتامينز، واخيرا بقى طبعا اهم حاجة المية. مية اكيد طبعا المية مهمة فعلا في كل حاجة، يعني حتى لو في دكتورز لأي للبشرة للدايت لأي حاجة كله طبعا بيتكلم عن المية حاجة انت أساسية. بتاكلي كم وجبة في اليوم يا مد؟ أربعة. ممكن ما تغششهاش لو سمحت. لا هي بتاخد أربعة. أنا بصراحة ممكن يبقى عندي 2 أساسيين، الفطار والغدا، وممكن من 2 لـ3 بقى متفرعة كده حاجات بسيطة، يعني فاكهة بقى. طب هسألك سناكس. سؤال مباشر، يعني أنا أحب دايما إيه الأسئلة المباشرة. ليكي في المسبكات بقى وال لا بقى خالص، والكوارع والحاجات دي والناس اللي بتحبها والأكلات المصرية الدسمة دي؟ لا بحب الأكلات المصرية بس يعني بعملها بطريقة مش دسمة. مش دسمة كده. أنت بتطبخي يا مال؟ اه برافو. وعندك وقت لده؟ لا يعني طبعا مش قوي بس يعني بحاول على قد ما اقدر. وماما ماما اللي بتعلمك؟ هي مامتي بس متوفيه من فتره كده، فاضطريت طبعا برضو ان انا اعمل حاجه زي ديت، يعني اكون انا معتمده اسف يعني انا عليها. ما اعرفش بس لا الله اكيد يرحمها عادي يعني. طبعا. طيب يعني بدات انت، طب انت بتروحي الشغل بتقومي الصبح بدري تخلصي فطارك بتروحي شغلك، يعني انت اه اليوم بشكل العادي بيبقى ان انا بروح التمرين الصبح، بخلص بيكون معايا حاجتي بتاعت مثلا الفتنس بعد الشغل والاكل بتاعي الفطار والغدا، بروح الشغل اخلص الشغل ارجع على التمرين او ارجع على البيت اعمل بقى حاجاتي اللي هي تجهيزات تاني يوم او حاجة البيت بقى العادية او شغل تاني تمرين بره او مشاوير، يعني بيبقى على حسب اليوم بس الاساسي بيبقى تمرين وشغل وتمرين تاني بعد الشغل ربنا يوفقك يا مي بجد ان حاجه شاء الله. جميله. كابتن خليني اجي لك حضرتك، طبعا يعني الفتره الزمنيه او العمر مختلف، حضرتك 67 سنه، كلمني عن الغذاء واسلوب الغذاء بتاع حضرتك. والله هو اهم حاجه ان انا بفطر 7:30 الصبح. يا كابتن انت بتقول لي التوقيتات، انا نايم بنام منك. لو سمحت قول لي مثلا واحده 12 ما شاء لا الله 7:30 الصبح. اكون مخلص التمرين واصلي الفجر واقعد ساعه كده 7:30 بفطر. تمام. فطارك نوعه ايه يا كابتن او نوعيه الفطار اللي بتفطر؟ الفطار لازم يكون فيه بصله برافو نيه، ده نمره واحد. مناعه ده نمره ايه تاني واحد. يا كابتن؟ وبعدين ممكن يكون في جبنه بيضه، في ممكن طعميه، جبنه بيضه بملح ولا ملح خفيف؟ لا بس لا خلي بالك لا الحاجات دي لا لا يعني بالطماطم يعني تقريبا بتبقى يعني ملح خفيف. هايل. العيش العيش بلدي ما كلش فيه نو ابدا. كام رغيف يا كابتن؟ هو رغيف واحد. كابتن اعرف ناس بتضرب 6 فطاير في 6 رغيفه في الفطار يا كابتن. والله العظيم والله انا اعرف ناس صحابي بيضربوا 6 رغيفه في الفطار. طيب هل بتقول ياخد رغيف واحد؟ واللي ياخد 36 36 رغيف؟ ايوه في الفطار؟ ايوه سندوتشات فول وطعميه 36. كان في واحد عندنا كده بس ايام المنتخب يعني. بالله عليك لا تقول. لا ما اقولكش كابتن. لا 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 هيضحك اصلا. هو هيضحك. طب كابتن ما لو بيتفرج قول لي قول لي. ما اعرفش هيتفرج ولا لا. طب قول لي هو لما اسمه هيتقال وهيطلع لازم اقول لك عليه؟ عادي ما احنا من ايام المنتخب بس يعني في الكلام ده في التسعينات يعني. طب قول لي يا كابتن. اسمه محسن عياد. كابتن محسن عياد. تحيه ليك يا كابتن محسن. تحيه ليك والله وربنا يديك الصحه. حبيبي جدا. لسه بيعوم معاك؟ لا لا مش قادر بقى. هو يا دوبك بيشتغل يعني في بنك باركلز دلوقتي وراجل جامد جدا يعني. ف ربنا يحفظه. مركز. طب كابتن الغدا؟ لا انا بتغدى بعد المغرب. ايه ده فتره بعيده قوي يا كابتن. 7:30 بعد المغرب. طب وفي النص؟ في النص نشرب ميه بقى. لا لا تاكل يعني بقى يا كابتن. ما انا بقول لحضرتك كابتن ده الجوع ممكن يوقعني لو انا قعدنا من 7:30. لا 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 من 7:30 بعد المغرب يا كابتن. يعني داخل في 12 ساعه ما بتاكلش ميه بس؟ لا احنا المغرب الساعه 5 يعني. طب ما هو المغرب بيجي الساعه 6 دلوقتي. الصيف بيجي 7:30 يعني. ما شاء الله كابتن. ميه وفطر. في ميه وبعدين بقى ممكن تاكل جزر خيار. ما شاء الله كابتن. خس. انت كابتن كده تاكل فاكهه زبادي يعني. انت غير كده يبقى حرام علينا يعني لان احنا ياما اكلنا بس كنا بنحرق. ما شاء الله. طب كابتن خليني، احنا عملنا تقرير طبعا كاميرا الابطال عن بطوله كاس مصر لحضراتكم طبعا، او تغطيه كمان كبيره عن البطوله، خلينا نشوفها. اعزائي المشاهدين هنطلع لتغطيه عملتها كاميرا الابطال عن بطولة كأس مصر للأساتذة، خلينا نشوف التغطية وارجع لحضراتكم تاني. والله هي بطولة الأساتذة من البطولات الممتعة الجميلة
اللي بترجع الناس والأبطال القدام تاني اللي هم كانوا ادوا للنادي الأهلي في جزء كبير جدا من عمرهم بطولات وإنجازات، بترجعهم تاني وبتخليهم يفضلوا يمارسوا الرياضة اللي بيحبوها. واحنا كنادي بنهتم بيها، ليها اهتمام خاص سواء من مجلس الإدارة أو من جهاز النشاط الرياضي بالنادي، بيبقى ليها اهتمام، بيقولوها اهتمام خاص، لأن دول يعني الناس اللي هم ادوا للنادي كتير قوي قوي، فمن حقهم واجبهم واجبنا واجب النادي ان هو يعني يفضل معاهم ويفضل واقف معاهم لما يكبروا في السن في المرحله الكبيره بتاعت السن بتاعتهم. يعني ان شاء الله البطوله دي مشارك في مرحله 55 59، باذن الله شاركت في سباق 100 متر ظهر، الحمد لله طلعت الاول، وامبارح كان سباق 50 متر صدر، طلعت الاول برضه الحمد لله ورقم قياسي جديد، وشاركت في التتابعين، التتابع الاولاني 4 في 50 متر حره، اسف 4 في 50 متر متنوع مختلط، طلعنا الاول، وشاركت برضو في تتابع 4 في 50 متر حره رجال، والحمد لله طلعنا الاول. طبعا مشاركات بطوله الماستر بشكل عام بتضيف كتير قوي للرياضيين، بالذات الرياضيين السابقين، واهتمام النادي الاهلي بها الفتره الاخيره مشجع جدا، بالذات ان هي دخلت في الدائره العام، يعني نقاطها بقت تتحسب، فمعظم ابطال النادي ابتدوا يرجعوا ويعوموا تاني ويشاركوا، في تشجيع من الجهاز الفني بكابتن وائل عزت طبعا ان الناس ترجع وتشارك ويبقى في موتيفيشن كده، ونبقى تيم تاني زي زمان موجود، الناس القديمه والناس الجديده، ان الميكس ما بين الاجيال مش حاجه سهله، لازم يبقى في سيستم، والسيستم ده الحمد لله موجود عندنا في النادي. تاثير البطوله دي اولا هو حاجه تشجيعيه ان الناس تكمل الرياضه بعد ما بيبطلوا الفيرست تيم زي ما كلنا حصل لنا في السنين اللي فاتت، والاهتمام اللي احنا بنشوفه من الانديه والاتحاد في الوقت الحالي بيخلي الناس بتفضل محافظه على انتظام الرياضه بتاعها او ممارسه الرياضه بتاعتها، وبعدين بتقلب معانا ان بيبقى نرجع تاني لمود البطولات او الكومبيتيشن، فبتلاقي الناس بقت منتظمه اكتر، في ديسيبلين اكتر، وبالتالي بنبتدي نحاول كل واحد يشوف او يتست نفسه هو عمل ايه في خلال الست شهور اللي فاتوا دي. كنت في المرحله بتاعتي لما كنت بعوم كنت كابتن النادي وكابتن منتخب مصر، وكنت بطل افريقيا وصاحب رقم افريقيا ولعبت الاولمبياد، وطبعا بعد ما خلصنا الكارير في السباحه اللي هي العاديه دلوقتي احنا بنلعب في الاساتذه، انا بلعب في مرحله 50 54، خدت كاس احسن سباح في البطولات اللي فاتت، والبطوله دي هي الحمد لله اول يوم خدت فيه 4 ميداليات ذهب. طبعا احنا دلوقتي عشان خاطر كل واحد عنده الشغل بتاعه، بس بيحاول طبعا يوفق ما بين الشغل والتمرين والاولاد بقى والبيت والكلام ده كله، بس الحمد لله بنقدر يعني ان احنا نوفق بينها عشان خاطر نقدر البطوله الاساتذه دي هي بيبقى فيها طعم تاني غير البطولات الصغيرين. انا كنت بطله الرابعه على العالم ومعديه المانش مرتين، والرقم لغايه دلوقتي لسه مكتوب باسمي لغايه في محاوله عبور المانش، وبعد كده قعدت فتره بعيد وبعد كده رجعت للماسترز. أنا بعوم من سن 55 لـ60. اللي بيبقى بطل ما بيقدرش يطلع عن الماء، بالذات في السباحة ما بتقدريش تطلعي عن الماء، وبعدين صحة، بنعوم لصحتنا وبنعوم للنادي الأهلي، والبطولات دي بقت لذيذة وبنسافر وبنيجي، فطبعاً السباحة دي حاجة في دمنا فما بتقدرش نبعد عنها. الحمد لله بمثل النادي الاهلي من وانا لسه مولوده، يعني انا بطله عالم في المسافات الطويله وبطله بحر ابيض في المسافات القصيره، زائد ان انا طبعا بمثل النادي في الماستر من اول يوم اتعمل فيه الماستر، انا بمثل بقى دلوقتي اللي هو 70 سنه. الحمد لله طبعا النادي لما بيحتاجنا ما بنقدرش نقول لا، 70 80 زي ما يكون ربنا مدينا الصحه، المهم يديها لنا اي وقت النادي بيطلبنا ما نقدرش نقول لا، حتى لو ورانا حاجه. فالحمد لله انا شاركت في سباقات وخدت ميداليه ذهب، وانا فرحانه قوي طبعا لان البطوله دي بالميداليات. احنا في نادي نيو جيزه بطوله كاس مصر للسباحه للاساتذه، احنا كنادي اهلي مشاركين بعدد كبير من السباحين، دي مش اول مشاركه ليا، دي تعتبر المشاركه للسنه الثالثه ليا في الماسترز. البطولة اللي فاتت حصلت على كاس أحسن سباحة في المرحلة العمرية 50-54،
وكنت واخده فيها 4 ميداليات ذهب وواحده فضه. انا كنت سباح بريست وفراشه زمان قوي وانا صغير، لظروف اصابه في رجلي فما قدرتش ان انا اعوم بريست، فاتجهت للكرول والباك، وكابتن محسن ظبط لي حاجات وصلح لي حاجات، ويعني باشر تدريبي بالمعاونه او بالتعاون مع زملائي وتشجيعهم ليا قدرت ان انا احب السباحه اكتر واستمر في التدريب وواظب. انا اللي بشكر النادي الاهلي لانه بيتابع ابنائه في الصغر وفي الكبر. النادي الاهلي بيرعى ابنائه في جميع الظروف. اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما انتم شايفين يعني ما اقدرش اقول غير شابو، يعني ما شاء الله، وهو ده هدفنا من الحلقه، ان احنا نبين قد ايه في ناس عارفه قيمه الرياضه، وفي لاعبين كبار ونجوم كبار عارفين قيمه الرياضه. ما يجيلك يمكن اللاعب برضو زي ما قلنا 4 حاجات مهمه لجسمه، ولكن المينتاليتي طريقه التفكير مهمه ايضا للاعب. كلميني ازاي اشتغلت على نفسك وازاي بتشتغل على نفسك وازاي شايفه نفسك كمان قدام. هو بصراحة الرياضة فعلا بتأثر جدا على الصحة النفسية حتى بتاعت الشخص. يعني أنا ممكن لو في فترة توقفت فيها شوية عن الرياضة لأي ظروف بيأثر عليا، ولما باجي أرجع تاني فعلا بحس في فرق يعني. أكيد بيبقى واضح. طب والمنافسات نفسها، الضغط العصبي بتاع البطولات، الحاجات دي إزاي بتشتغلي على تفكيرك؟ إزاي بتقدري تخلي نفسك عندك ثبات عصبي وانفعالي؟ هو انا بالنسبه لي من الحاجات اللي يعني اللي بتخليني عندي ثبات اكتر كلعبه السباحه ان هي اكتر لعبه رقميه، فانا يعني نقدر نقول ان كل واحد بينافس الرقم بتاعه. كسبت او خسرت اكيد طبعا بيبقى حاجه كويسه، وكل شخص بيبقى عايز يطلع الاول ويكسب، بس في الاخر برضو لما بنيجي نشوف لو انا نزلت مثلا ما طلعتش الاولى وحسنت رقمي اكيد دي حاجه بتخليني مبسوطه بالنتيجه اللي انا عملتها. يعني افهم من كلامك ان التحدي بيجي تحدي الاول ليا انا نفسي، اتحدى نفسي الاول عشان اقدر بعد كده اتحدى الاخرين. مظبوط. طيب خليني انا، انت منتخب مصر في الاساتذه صح؟ مظبوط. شاركتي مع منتخب مصر في بطولات؟ رحت بطولات دوليه وعربيه تبع الاساتذه، غير طبعا اللي هو الفيرست تيم او السينيور اللي هو من زمان بقى من 2006 تقريبا. مع منتخب الكبار. طب انت يعني كورونا قللت البطولات العالميه شويه ولا انا غلطان؟ قللت طبعا كتير، وفي حاجات كانت بتبقى مثلا ليها مواعيد وبتتلغي او بتتاجل. يعني واضح طبعا التاثير بتاعها يعني. صحيح. طب خليني انا كمان عايز اعرف عملتوا ايه في كورونا انت او الكابتن، بس خلينا نطلع لفاصل. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل حوارنا عن فقرتنا اللي بعنوان ايج از جاست نمبر، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن منتصر اجي لحضرتك، احنا كنا بنتكلم على المينتاليتي، وحضرتك كنت بتقول لي قبل الفاصل حتى نقول لحضرتك لا معلش يعني او يعني اثناء الفاصل هدف الرياضه. هذه المشكله ان الناس مش فاهمه هدف الرياضه. هدف الرياضه مش ان انا اكسب ميداليه، لا، ان انا استمر في الرياضه عشان الصحه العامه. ليه؟ عشان انا بدل ما اروح لدكتور واجيب دواء واتعب معدتي، لان الدواء نصه بيعالج ونصه التاني بيدمر حاجات تانية. فانا احسن حاجه اعملها ايه؟ ان صحتي تبقى كويسه. بايه؟ ان انا امارس رياضه. ما بتعرفش تعوم امشي. سهله دي؟ لا، ما تعرفش تمشي بقى تبقى تقعد في البيت بقى وتاخد ادويه. ما بتعرفش تمشي بقى. لا تاخد ادويه. ما بتعرفش تمشي، ما بتروحش تمشي. بس كده. احنا الرياضه مهمه جدا، عشان يعني مش عايز اقول لحضرتك ان يعني معظم الرياضيين والتغذيه المظبوطه ما يجيلوش كورونا لانه مناعته بتبقى قويه. يا عيني عليك يا كابتن، والله العظيم الكلام ده من ذهب، من ذهب. مش عايز اقول لك يعني الرئيس قال كده. مش كده توجه الرئيس، قال لك توجه الدوله، قال لك التغذيه كويسه والرياضه بتخلي المناعه بتاعتك قويه، ما يجيلكش كورونا ولا تحتاج بقى علاج، ويقول لك بقى 20,000 و30,000 و40,000. انا بحييك على الكلام اللي حضرتك بتقوله. بس
لان حضرتك بتكلمني من واحد فعلا دي حياته ده اسلوب حياته بس. وبعدين حضرتك السباحه بقى ليه بالذات؟ عشان حضرتك عندك كام مفصل في الجسم؟ 360 ما تعددهمش يعني. خلاص كلهم بيتحركوا في السباحه طبعا. فتخيل انت بقى بتحرك كل المفاصل بتاعتك كل يوم لمده ساعه. طبعا حضرتك عارف ان حركه المفاصل بتزود الايه؟ المرونه بتاعتها؟ لا، لان في الغضاريف كل ما بتحركها كل ما بتعيد بنائها نفسها، هو ربنا خلقها كده. لو سكتت لو تقف يجي لها تيبسات، فيبقى لازم تعوم. ما بتعرفش تعوم هو ده المنتج. امشي في حمام السباحه. بص يا كابتن، الفرق بين حضرتك واي حد لا يؤمن باللي حضرتك بتؤمن بيه هي المينتاليتي اللي احنا قلنا عليها واللي اتكلمنا عليها مع مي، ان المينتاليتي بتفرق من واحد للتاني. وبرده مي انا عايزك تشاركينا برده ان انت اكيد يعني ما شاء الله انت لسه برده مرحله سنيه غير الكابتن طبعا وكده، ولسه عندك هل لسه هتحافظي زي ما الكابتن محافظ؟ ان شاء الله طبعا. يعني احنا حتى دلوقتي شايفين في اهتمام بسباحه الاساتذه، يعني انا بتوقع كده نفسي يكون ده في كل الرياضات. عملت ايه في كورونا؟ عملت ايه في كورونا؟ هو طبعا كان في فتره الناس كلها واقفه لان مفيش تمارين ولا اي حاجه غصب عننا، كان في حظر وبتاع وكده. بس بعد كده بدات الدنيا تتفتح شويه. كنت بتتمرني حتى في الفتره دي؟ يعني ممكن ما كانش بتقدر تروح حمام سباحه؟ لا، ممكن حاجات بقى في البيت. السباحه كانت مقفوله. يعني لا، صورك يا مي على فكره وانت واخده جوائز ما شاء الله. ده كان في بطوله العالم. بطوله افريقيا اللي فاتت دي؟ لا، دي بطوله العالم للشرطه. بطوله العالم ليه؟ للشرطه. ورسالتي شاركت فيها. كانت في 2017 ودي البطوله الافريقيه. دي بطوله الالعاب الافريقيه 2015. ايوه مظبوط. الكونغو. ايوه دي كنت عامله فيها رقم افريقي جديد لل 50 متر صدر ما شاء الله. وكنت واخده كذا ميداليه بقى، يعني بين ذهب وفضه وبرونز. وممكن نشوف بقى اللي بعده. انت في صور تانية يا جماعه عرضوها المي، ودي احنا قلنا دي في بطوله العالم للشرطه. ايوه مظبوط. دي كانت سنه كام؟ كانت في ابو ظبي في 2017. 2017 ما شاء الله. يعني برضو حاجه يعني برضو اكيد الماديه. فين دي؟ دي نفس البطوله. ده كانت في ابو ظبي. كنت واخده المركز الاول في 50 متر حره ما شاء الله. دي فين؟ دي البطوله اللي فاتت على طول. دي اللي فاتت. دي لسه كاس مصر اللي فات. ايوه مظبوط. دي الكوس اللي قدامنا على الترابيزه. مظبوط ما شاء الله. طب عندك ايه اللي جاي بقى يا مي؟ والله هو اللي جاي لسه لحد دلوقتي يعني يعتبر اساتذه كله. مفيش لسه حاجه اقرب. طب اقرب حاجه ايه يعني؟ ولا لسه مفيش جدول؟ لا، ممكن كمان شهرين مثلا يبقى عندنا اقرب بطوله جايه. في الاسبوع الاول في 7. في بطوله في 7؟ ايه بطوله الجمهوريه ودوليه. هو حاجات قبلها وديه شويه. واقف الدوري واقف شويه. واقف. طبعا واقف عشان كورونا ولا عشان كورونا. طب حضرتك برضو نفس البطوله اللي في 7 دي حضرتك تشارك فيها برضو؟ كل الاعمار. اي بطوله ان شاء الله نشارك فيها. واستعدادك بيشتغل بعد ما تخلص البطوله ولا تمرينك شغال كل يوم مالوش علاقه بالبطوله ولا مش؟ لا، التمرين ما بيبقاش فيه علاقه عندنا في البطوله. ما ينفعش. طب انت احنا ممكن كبرنامج انت طب انت معاكي كم سباحه في المرحله العمريه بتاعتك في النادي الاهلي؟ ولا انت لوحدك؟ لا بصراحه لا، في بس هم مش كتير، ممكن مثلا يبقوا في حدود 5. بتتمرنوا مع بعض ولا هم مش مواظبين دايما على التمرين زيك؟ لا، هو احنا بصراحه برضو في الماسترز بيبقى كل واحد ليه ظروف شويه، السكن، الشغل، الحاجات دي. فطبعا كل واحد بيروح اكتر للحته القريبه ليه يعني عشان يعرف يكمل يومه وكده. وحضرتك نفس الكلام يا كابتن، هل في حد بتتمرن معاه؟ بتتفقوا مع بعض؟ بتنزلوا التمرين؟ في بعض الاوقات يعني الناس بتصحى بدري تيجي، انما انا معادي ثابت. انما في بقى ناس بتيجي الساعه 7 بعد ما الحمام يفضى من الولاد الصغيرين. عمرك ما قمت من النوم الصبح يا كابتن قلت انا تعبان الجو ساقع مش رايح؟ ما هقول لحضرتك طريقه الصحيان كمان. الصحيان ليه طريقه؟ طبعا. ده الواحد بيقوم يعني يحدف نفسه بس ما بيحدفش. انت حضرتك بت 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 بتصحى من على السرير عشان كل الناس كده يعني بيصحى يفتح عينيه حاجه ويقوم من على السرير حاجه ثانيه بعد ربع ساعة من ما يتمطع ويتعمل كل ده. ما ينفعش. أمال أعمل إيه طيب؟ أول ما تفتح عينيك تنزل من على السرير. أقعد شوية. الناس بتقول أقعد شوية. لا ما تقعدش. الناس بتقول أقعد. لا تقعد إزاي؟ عشان الدم. يعني أجي أقعد كده أسير شوية وبعد كده أقوم أقف. لا ده عشان خاطر أنت ما بتشربش مية كتير فتيجي تدوخ. إنما غير كده ما تقوليش. كابتن أنت
كابتن خبره وطريقه النوم طيب. وطريقه النوم يعني لو طريقه النوم خلي بالك انت بتعملي كده من غالبا ولا بتقومي على وقت تنزلي 8 ل 5 زي حالاتنا لا لا بصراحه تقومي بدري وتجهزي اكلك وطبعا بابا بقى معاكي عشان تبقى عارف بس عشان تبقى عارف خلي بالك انت عندك مسؤوليات برضو بابا طب اخوك يعني اخوكي معاكي في البيت وطبعا اخوكي طبعا تعملي الدنيا وتروحي شغلك وترجعي فطبعا انت تلاقيك يعني بتصحي الساعه 6 طبعا يعني لو في تمرين طبعا الفجر بصحى بدري ممكن 4:30 كده وبتصحي زي الكابتن كده تقومي تقفي على طول زي ولا زي حالتنا كده لا ممكن 5 دقايق يعني الناس واخده ان هي تتمطع معرفش ازاي كابتن طب ما هو لازم يتمطع يا كابتن يبقى مش هتصحى الساعه اللي انت عايزها زي ما بقول لك كده لما بتبقى ظابط المنبه ما بخلوش يرن ابدا تصحى قبل منه؟ ما بيسبقنيش مش عارف ليه كابتن ده يعني ربنا يديك الصحه والله الحمد لله يديك الصحه ربنا يسترها لا ودي حاجه والله يا كابتن صدقني انا مستمتع جدا والله لان انا عارف ان الملايين اللي شايفينه وبيتفرجوا علينا اكيد بعد ما يشوفوا حلقتنا دي هيتفكروا 1000 مره انه حتى لو هو ما بيقدرش يعوم زي حضرتك بتقول انزل اتمشى صح يعني يا ريت اتمشى ما عنديش نادي مشترك فيه عندي الشوارع امشي الحمد لله دلوقتي بقى الشوارع عندنا جميلة. كويسه جدا طرق جميل ممكن ينزل العربيات احنا العربيات كلها طرق بقى كلها سريعه ما شاء الله بنيه تحتيه قويه جدا في الطرق بس يعني حضرتك بامانه دي حاجه جميله جدا انا عايز بس المشكله الرئيسيه ان الناس فاهمة ان الرياضه لعب طب اقول لحضرتك حاجه احنا فاضل لنا دقيقه 30 ثانيه حضرتك اديني رساله توجهها لكل المصريين او كل اللي ما بيلعبش رياضه او الرياضه جزء في حياته 30 ثانيه الرياضه التزام وانتظام وجديه في الاداء لو هو اتعود من صغره وهو عنده 5 سنين على الثلاث حاجات دول لازم يطلع يا اما مهندس يا اما دكتور يا اما لو راح تربيه رياضيه يطلع دكتور برضه لانه بيبقى ايه اسلوب حياه اكثر التزام وانتظام وانضباط وجديه في الاداء ايا كان هو ايه الاداء احييك يا كابتن مي برضه في 30 ثانيه كده نصيحه لكل اللي زيك او كل البنات اللي بيتفرجوا عليك طيب انا دايما نصيحتي بصراحه بتبقى ان احنا نحط الرياضه جزء اساسي من حياتنا يعني زيها زي وقت مثلا اللي هاكل فيه زي الوقت اللي هنام فيه لو حطيتها كده لمده معينه حتى لو نص ساعه وما قلتش ده النهارده مثلا لا مفيش وقت فعلا حياتها هتتغير مي بصراحه انا بهنيكي وبحييكي تحيه كبيره جدا مي عاطف طبعا سبحت النادي الاهلي وسبحت منتخب مصر بشكرك نورتيني وشرفتيني حضرتك شكرا لحضرتك جدا كابتن طبعا منتصر عوض نجم النادي الاهلي الوتر بولو ونجم الاساتذه دلوقتي حضرتك نورتيني وشرفتيني يا كابتن شكرا يا فندم شكرا اعزائي المشاهدين دي كانت حلقتنا وزي ما قلنا لحضراتكم ايج جاست نمبر كل واحد بيقدر يحكم على نفسه هو هيبقى سنه كام من اسلوب حياته استنونا ان شاء الله احنا النهارده الاربع استنونا باذن الله الحلقه يوم الاحد القادم حلقه مهمه جدا عيد الام هيكون لنا معاكم مفاجآت كتير استنونا الأحد القادم وحلقة جديدة من الأبطال